للشرطة الوطنية قربت 8 مجرمين القاعدين قدامكو، منهم ده زول واد تشوف القرقيت قاعد قدامي نقدر بستعمو الان ديجي مسيغافين هو داي عمل جريمة قال في الزون على الستيم كوميساريا نمو دي ست على الزون على تكرة، وفيهم ده كمان هجم الزول واد كلام دومان بستعمو بيان فيني ده قول قاعد يهيتتنا ما زميل هو الجرا والجرا ده كمان مقروب في البيو سيز بريغاد يوريبان انا نمو سيز لو مقروف هناك دول لك هناك كمان يهدر كلاندومان بشلو متاتهم ويمشوا قدام ويتقون والزول غاية قاعد جنبه ده بسموه عمر عبد الكريم وده قربنا في يوم 27 شهر 4 سنة 2020 في الكارتي فندوري وكل عنده زملانة تنين مايا دول لك بهدر جماعة هناك وقدر الهدرون هادم ده كله هدرون هادم برناسين هدرون أصلاً ناس دول هاليان كلو قاعدين في الوبيتال قال في زونة فندوري وزمان التنين دول فوليس فوليس كمان قاعد تفتشوا ماس يصبوا قاعد تفتشوا لكن أسوم مانا كتن باينا لوغو للمي تلفلين الانكت وغروب التاليت عند جماعة كامسة الشيفة قمنا كمان دو آلي حربة دا تلو دا كلها ناس اللي سبيسياليست في سرقة هنا الموتيات دبل قروم تجور في سيكتور ناس اس بي 17 وهددوا نادم زول راس غايدين جامو هناك ده هددوا بال كوكوب وشالو دوري شل موتاغا وهو كمان فورا كو نجا بوليس كل جا ولا مساعد على البوبلاسيون والباندو انه لو كل ليغوم سوا هما كامسا المره الوايده هناك دي كمان دي ساكنه في الجنيبوف في السكتور البريمير اللي اسمه وإن سكر جاء زغلاته في السكتور الثالثيم في ورا البلانجيري يبا وجرت ومن جرت كمان بوليس ما قبر وقربا وجابوها هسه داقو قادي بالسكر دونك مش قلت الأول في البداية الموتات هسه قريب شفت رد له كل كيل هنا الكلاندومان وقابوا هددهم ده قريب لي ارنا كوفر فيه نقولوا للكلاندومان خليه يكون واين خليه يفكر لنفسهم قبل عشان بقى نوعدين البدون فوق ده كتير في كارتيل الفريفريك وفي زون الأدلم وفي زون الأدلم اسكي بوليس كي وراك كتك ماشي ده دون خليه هما يفكر لنفسهم قبل وبالك الناس الأمن يجي يبروتيجي هما دونك للقلمية الأخيرة الشرطة الوطنية عندها رقم جديد المنادي نميرو ديرجانس النمرو ديريجانس ده 21 21 21 21 بقلم نسارة 21 21 ده الرقم الجديد المواطنين ولا الشعب يكونوا يتصلوا مع المال وسمى شنو مال الشرطة الوطنية كان عند كان شاف الشغل ما ينفع ولا كان أي شنو كله مش اللي قلت في الانترفيو الفات مش الناس وين يلبسوا التاني هم مال بوليسية مال جندارم وبصول فودة واي كان شاف نادم ما جبره خلي ينادينا في النمرو ده ويلقى الانترفاسيون في قلنا تجيل ده المشكلة احنا المرة النساء على زغلة سكيرة ده وإن السبب شنو هل المريا لزا زغلة سكيرة هل راجل عمل ما جسك الله أن تعمل سكيرة ده ورا هو رفض مسؤوليته ما بدور ببقى مسؤول ما بدور بسعيدة يا على زغلة سكيرة ده إلا نسوي الانكات وبعد انكت تورينا ونشوف شكل نقدر نسوي شان زغلين انا سكر ذات جريمه اي ومن على بعد الانكت والقانون نجروا لهم ان شاء الله دول الصراديق بعض الناس بيشيلوا متيات بيقتلوا وبيطعنوا دول هم من سبع دول كله حنم ده يعني ما عجيب شان شيء ديما كان جينا في الكمسريه ده ناس دول كان في برغاد كان في الكمسريه ناس زي ده قاعدين بس احس فاكر جيت ده كله من دول ده سال اسك من هم انا القاعدين دول ده في منهم من ميزان داري مرقوا ولا ما في ومن وروني قال لا هم دول ده ما من المرقوا من ميزان داري دول يعني دول صار ريك جدا كان فكره دي جاني طوالي بس وسال لي دور نعفر هل منهم دول من الناس الغريبات بذكر احنا ريليز ده خليناهم بس بطان مرقوا استفالوا ولا يعني ده ناس صار ريك جدا ده من قال لا دول ما شوفين ميزان داري دول ناس جدا